معاك يا غانم، مساء الخير. تحياتي ليك زميلي العزيز كريم خطاب، وتحياتي لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. وثالث ايام مواجهات دور ال 16 للبطوله الافريقيه كان 2019 المقامه في مصر، واولى هذه المواجهات يا كريم هنا من استاد الاسكندريه مباراه فريقي مدغشقر وكونغو. فريق مدغشقر زي ما انت وضحت في البدايه احد مفاجات هذه البطوله بتصدره للمجموعه الثانيه، مجموعه الاسكندريه برصيد 7 نقاط عقب تعادله ايجابيا بهدفين لكل فريق امام غينيا في المباراه الافتتاحيه، ثم حقق الفوز على بوروندي بهدف مقابل لا شيء، ثم كانت المفاجأة الأبرز وهي تحقيق الفوز على المنتخب النيجيري أحد الفرق الكبيرة في إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة الثانية. يمكن يا كريم أبرز ما يميز المنتخب المجلاشي هو واقعية مدربه نيكولاي دي بوي، الذي أكد في تصريحات قبل المباراة بأن فريقه لا يخشى أي فريق آخر يواجهه، ولكنه يحترم كل الفرق، وده اللي خلاه يفوز في المباريات الثلاثة الماضية. احترامه للفرق هي كانت أهم نقاط هذا الفريق، وأيضا الفريق يتميز بواقعية التشكيل داخل الملعب وثبات التشكيل. وأيضا المدير الفني نيكولاي دي بوي كان في تصريحات قبل هذه المباراة أكد بأن صعود الفريق لدور الثمانية سيكون أحد هذه المفاجآت في هذه البطولة أيضا، وده هيكون إن شاء الله يعني على حسب تصريحاته طريق ممهد للاعبين بمواصلة الحلم والانتصارات في هذه البطولة. أما فريق كونغو الذي تأهل إلى دور الستاشر كأحد أفضل ثوالث الذين تأهلوا في هذه البطولة، كان تأهل 4 فرق. فريق كونغولي الذي افتتح مبارياته أمام الفريق الأوغندي بهدفين وخسر أمام فريق الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء، ثم هزيمة أمام منتخبنا المنتخب المصري بهدف أيضا لا شيء، ثم حقق الفوز في المباراة الأخيرة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. يمكن الفوز ده اللي خلاه إن هو يتأهل. وكان إيبانجي في التصريحات الصحفية قبل مباراة اليوم أكد أنه لا يبالي بتأهل فريقه في المركز الثالث، وأكد أن وجوده في دور الستاشر يجعله متساويا مع كل المنتخبات التي تأهلت لهذا الدور سواء أول أو ثاني أو ثالث، المهم أنه هو موجود في هذا الدور. وأكد أيضا أنه بيسعى اليوم لمواصلة تحقيق الانتصارات في هذه البطولة، وأكد أيضا على احتماليات كبيرة في وجود تغييرات في تشكيل الفريق الذي يواجه الفريق المدغشقري في مباراة اليوم. أكيد يا كريم بتأهل أي فريق من الفريقين سواء كونغو أو مدغشقر هيكون مفاجأة جديدة في هذه البطولة، زي ما أنت وضحت أن المفاجآت تتوالى في هذه البطولة بخروج منتخبات عريقة زي منتخبنا الوطني المصري أو المنتخب المغربي أو منتخب الكاميرون، أحد الفرق اللي كانوا مرشحين للحصول على هذه البطولة. من هنا من استاد الإسكندرية العودة ليك الآن في الاستوديو التحليلي، وسأوفيك لاحقا بكل ما هو جديد هنا في استاد الإسكندرية.